بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نواصل مع فيديوهات الاشتقاقية. في هذا الفيديو الرابع راح نحل تمرين خاص بالاشتقاقية والمماس، يعني كيفية تعيين نقاط منحنى حتى يكون فيها المماس كذا أو كذا. دونك نشوفوا نص التمرين. قال لك لتكون اف دالة معرفة على ار نجمة كما يلي، لان هنا عندنا اكس في المقام بالطبع تكون معرفة، اي الصفر ممنوع، قيمة ممنوعة. اذا اف دو اكس تساوي ناقص اكس مربع زائد 2 اكس ناقص الواحد على اكس. انتبه، ناقص اكس مربع، دائما تنتبه لهذا الامور. صح، قال لك عين نقط المنحنى الممثل للدالة اف اولا التي يكون فيها المماس افقيا، واحدة. ثانيا التي يكون فيها مماس معامل توجيهه ناقص اثنان. ثالثا التي يكون فيها المماس موازيا للمستقيم ذي المعادلة إكراك تساوي ناقص نصف إكس ناقص خمسة. نبدأ بأول. صح، قال لك معليش طلبوا منا، يعني اللي طلبوها منا هي تعيين نقط المنحنى، نقط المنحنى الممثل لها. صح، الأولى حتى يكون فيها المماس أفقيا، حتى يكون فيها المماس أفقيا. صح، إذن هنا واش نقول لك؟ حتى يكون هذا المماس أفقيا، يعني في النقطة مثلا التي فصلته إكس صفر، واش يجب عليه؟ يجب أن يكون معامل توجيهه معدوما، عادي جدا. لا، يجب أن يكون معامل توجيهه معدوما. إذا نكتب حتى يكون المماس أفقيا، أفقيا في النقطة، وهذه كامل شفناها في المخطط اللي مديتوكم، في النقطة التي فاصلتها إكس صفر، يجب أن يكون، يجب أن يكون معامل توجيهه، معامل توجيهه واش قلنا؟ معدوما، معدوما، ويكون لدينا اف فتحة لإكس صفر تساوي الصفر، تساوي ماذا؟ الصفر. إذن نجي نحسب المشتقة اف فتحة لإكس، عندنا كثير حدود على كثير حدود. إذن لما دمروا عندنا كثير حدود، يعني U على V، يعني U على V فتحة، المشتقة تاعها هي مشتقة البسط في المقام ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام مربع. صح، ننطلق من هذا. إذا واش تساوينا؟ تساوينا أي مشتقة البسط إكس مربع، يعني تولي لي 2 إكس ناقص 2 إكس زائد اثنان. إذا ناقص 2 إكس زائد الاثنان، هذه مشتقة البسط في المقام يعني في إكس، ومن بعد ناقص ناقص البسط في مشتقة المقام، مشتقة المقام واش هي؟ هي واحد، يعني ناقص واحد في البسط، يعني مشتقة المقام في البسط أي ناقص إكس مربع زائد 2 إكس ناقص الواحد على المقام مربع، على المقام مربع معناه إكس مربع. إذن تساوي، تولي نضرب هذه في الإكس، تولي لي ناقص 2 إكس مربع زائد 2 إكس، والناقص واحد نضربه في داخل القوس تولي لي زائد إكس مربع ناقص 2 إكس وزائد الواحد. هذا هذه صح، إكس مربع سيب زيد، واش تولي تساوي؟ أي اف فتحة لإكس واش تساوي؟
اكس مربع اكس مربع تولي لي ناقص اكس مربع 2 اكس وناقص 2 اكس، يعني هذه راحت مع هذه بقى لنا زائد واحد زائد الواحد على اكس مربع. صح، هنا قلنا فتحة لإكس فتحة لإكس صفر تساوي الصفر. هنا ما نقدروش نحسبو إكس صفر إكس مربع تساوي الصفر لأن في المقام ممنوع. إذن واش نديرو؟ نديرو ناقص إكس مربع زائد الواحد هي اللي تساوي الصفر. هذه لاحظ هذه راهي على الشكل تقدر تقول واحد ناقص إكس مربع، هكذا نقدرو نقولو واحد مربع ناقص إكس مربع، يعني أ مربع ناقص ب مربع واش تساوي؟ تساوي أ ناقص ب في أ زائد ب. صح، إذن واش تولينا؟ أي هذه تولينا أي واحد ناقص إكس صفر، ها شوف مليح، في واحد زائد إكس صفر تساوي الصفر، لأن قلنا إف لإكس صفر تساوي الصفر. إذن إكس صفر تساوي ناقص واحد أو إكس صفر تساوي الواحد. إذن وبالتالي هنا توجد عندنا نقطتان، وبالتالي توجد نقطتان نقطتان فاصلتاهما ناقص واحد والواحد هكذا. أه؟ يعني هنا واش قال لك؟ التي يكون فيها المماس أفق، عين نقط المنحنى التي يكون فيها المماس أفقيا، راح يكون في الناقص واحد والواحد. نجو نرسمو في الجراف اللي هو في داسموس، يعني www.dasmos.com. واش قلنا؟ قلنا عندي ناقص اكس واش اكس مربع صح زائد 2 اكس زائد 2 اكس وناقص الواحد. صح، عفوا راني نكتب بالعربيه كلافي. واش قلنا؟ ناقص هنا شوفوا كي نكتب ناقص اكس مربع ندير سلاتش باش تهبط لتحت، نعاود نطلع قدام اكس مربع، نعاود نطلع هنا قدام اكس مربع ونكمل، تولي لي زائد 2 اكس باش تكتبها لي الفوق ناقص واحد، ومن بعد واش ندير؟ نهبط لتحت هنا على اكس، هاهي على اكس. صح، اذا الداله تاعي هاي وراهي. واش قالنا؟ قالنا في الـ يعني الصفر قيمه ممنوعه، قيمه ممنوعه. بعد ما رسمنا الدالة وشفنا باللي الصفر هو قيمة ممنوعة وشفنا الشكل تاعها، الآن نواصل مع رقم اثناني. رقم اثناني واش قالك؟ قالك عين نقاط المنحنى الممثل للدالة F التي يكون فيها مماس معامل توجيهه ناقص اثناني. إذن هنا أعزائي الطلبة، حتى يكون هذا العدد أي ناقص اثناني معامل توجيه للمماس في النقطة التي فاصلتها إكس صفر، يجب أن يكون نكتب حتى يكون العدد ناقص. يلزم تستفاد من حل هذا لأن هذه الأسئلة راح تطرح عليك. بون، إحنا درنا دالة كثير حدود على كثير حدود، دالة ناطقة، لكن تقدر تجيك دالة أسية دالة لوغاريتمية ويكون نفس الأسئلة. يعني بديت لك دائما قلت لكم نبدأ لكم بالسهل كي نلحقوا الدالة الأسية واللوغاريتمية، ثم لنا حديث آخر إن شاء الله. يعني معامل تيكون العدد ناقص 2 معامل توجيه للمماس، توجيه للمماس في النقطة إكس صفر. إيه واش قلنا؟ من أحسن نقوله في النقطة التي فاصلتها إكس صفر، التي
فاصلتها إكس صفر يجب أن يكون وش يكون هيا اف فتحة لإكس صفر في الأولى قلنا لازم أن يكون معدوم تساوي ناقص اثنان. ها وش معنتها؟ معنتها أي أخي حسبنا المشتقة في الأول معناه ناقص اف فتحة لإكس صفر شكون هو ناقص إكس صفر مشتقة ها مربع زائد واحد على إكس صفر مربع تساوي ناقص اثنان. فالأول درنا ناقص إكس صفر مربع زائد واحد على إكس صفر مربع تساوي صفر، هنا تساوي ناقص اثنان صح. فالأولى كما درنا الصفر هاكا الصفر إكس صفر مربع تنضرب في الصفر، يعني ما لا نقوله ما لازمش تساوي الصفر صح، لأن راي في المقر هاكا قل. أما هنا لا لا، هنا واش نديرو؟ هذه تضرب في هذه طرفين في الطرف صح. واش نديرو؟ ناقص إكس صفر مربع زائد الواحد يساوي ناقص اثنان إكس صفر مربع سيبو صح. عفوا حليت الطاقة أصبح هذا، أنا ثاني رحت لعبتها هكاك كما نوت رحت فتحت الطاقة ما لا أصبحتنا هذيك النقص 2 إكس صفر تروح مليها واش تولينا؟ تولينا 2 إكس صفر ونقص إكس صفر، إذا تصبح تبقى لنا إكس صفر وحدة صح، إكس صفر مربع عفوا وحدة وزائد الواحد تساوي الصفر صح. معناه إكس صفر مربع تساوي ناقص الواحد، وهذه واش معناتها؟ معناه معادلة، يعني إكس مربع تساوي ناقص واحد معادلة مستحيلة، وهي معادلة لأن إكس صفر إكس مربع موجبة تماما ما تساويش الناقص، معادلة مستحيلة في مستحيلة عفوا مستحيلة الحل في R مجموعة الأعداد الحقيقية صح. واش نقولوا الإجابة تاعنا؟ أه؟ قال لك عين نقط المنحنى المثل للدالة F التي يكون فيها مماس معامل توجيهه ناقص اثنان، إذن هنا قلنا باللي معادلة مستحيلة الحل في R، إذن واش نقول؟ وبالتالي لا توجد نقط من المنحنى يكون للمماس فيها معامل توجيهه هو ناقص اثنان خلاص ما تكاش. ثالثا واش قالون؟ عين نقط المنحنى الممثل للدالة F التي يكون فيها المماس موازيا للمستقيم ذي المعادلة Y تساوي ناقص نصف X ناقص خمسة صح. إذن هنا باش يكون هذا المماس في النقطة التي فاصلتها X صفر يكون موازي للمستقيم هذا Y ذي المعادلة كذا، وش يجب؟ يجب أن يكون معامل توجيهه يساوي واش؟ خليها لكم ليكم هذه المعادلة اللي رأي أمامكم معامل توجيه التحاوشن هو أوره ناقص النصف ها؟ ناقص النصف خمو. إذن حتى يكون المماس في النقطة التي فاصلته إكس صفر موازيا
للمستقيم ذي المعادلة y تساوي ناقص نصف x ناقص الخمسة يجب أن يكون خممت وش يكون معامل توجيهه يساوي باش يكونوا متوازيين لازم يكون عندهم نفس معامل التوجيه ناقص النصف يساوي ناقص النصف. أتعلم هذه كان اللي سمعتهم قالوا ناقص النصف بارك الله فيكم صحيح وكان اللي ما عرفهاش أتعلمها صح. وش معنتها أي F فتحة لX صفر يساوي ماذا ناقص النصف هذا هو المقصود معناه. وعندنا وبما أن F فتحة لX كنا صبناها تساوي ناقص X صفر X مربع زائد واحد نعاودها لكم باش ما تنسوهاش هذه المشتقة فإن ناقص x صفر مربع زائد الواحد على x صفر مربع تساوي ناقص النصف كما درنا مع اللي قبلها. نضرب هذه في هذه إذن تولي لي ناقص x صفر مربع زائد الواحد تساوي ناقص نصف في x مربع x صفر مربع ومنه تولي لي ناقص x صفر مربع زائد الواحد زائد نصف x صفر مربع تساوي الصفر معناه يعني ناقص x صفر مربع ونصف x صفر مربع يعني هذه كومبلي ناقص وهذه النص برك يعني يبقى لي ناقص النصف أي أتولي لي ناقص نصف x صفر مربع زائد الواحد يساوي الصفر. ها إذن هنا واش ندير باش نتخلص من هذاك النصف واش ندير نضرب الطرفين في ناقص اثنان نضرب الطرفين في ناقص الاثنان باش نتخلص من هذاك الكسر. إذن واش تولي لي تولي لي x ونتخلص من ناقص كذلك x صفر مربع ناقص الاثنان إذن تساوي الصفر. ها وبالتالي يعني x صفر يعني بيناتنا x تولي هذه واش تولي تولي x صفر مربع تساوي الاثنان واش معناتها. وبالتالي إما x صفر تساوي ناقص جذر اثنان أو x صفر تساوي جذر اثنان. إذن واش نقول ومنه توجد نقطتان فاصلتاهما ناقص جذر اثنان وجذر اثنان. أعزائي الطلبة إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في فيديو آخر أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.